الأستاذ وليد وعفوا الأستاذ وائل اللاذقياطي نائب رئيس تحرير أخبار الرياضة، منورنا ومشرفنا النهاردة أستاذ وائل. أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير. عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها في الحقيقه، بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي واستعداداته للمباراه المقبله، مباراه سان داونز. لكن طبعا لازم نتكلم في البدايه عن مباراه الذهاب، لان الاثنين مرتبطين ببعض. طبعا. مباراه الذهاب وتحقيق النادي الاهلي نتيجه ايجابيه 2-0 ممكن تاثر بشكل ايجابي ازاي لابعد درجه بخصوص مباراه الاياب باذن الله؟ هو اولا الاهلي معه مدرب سويسلي فايلر. ده راجل بيقرا الملعب كويس جدا. فتلاقي دايما الشوط الاولاني لسه بيستكشف، في الشوط الثاني بيقدر يعدل خطته ويدفع بلاعبين ويحقق الفوز نتيجه على ثغرات المنافس في الشوط الاولاني، وده اللي حصل في الماتش الاولاني. ولما دفع باللعيبه في التغييرات وقدر يغير خطه اللعب قدر يحرز الاهلي هدفين، ده كويس جدا، وضع هدف اخر، فده كويس بالنسبه لفايلر. واكيد هو درس الفريق المنافس دراسه كامله من خلال المباراه الاولى وخلال مباراته في التصفيات. اعتقد ان المباراه في الدور الثاني في مباراه العوده هتكون هتبقى اندفاع هجومي الى حد ما من فريق سان داونز. الاهلي اكيد هيعتمد على هجمات مرتده سريعه، ودي محتاجة لعيب صانع ألعاب قوي زي أفشة وشحات واندفاعات علي معلول، ومحتاج برضو الخبرة. يعني هنا أكيد هيركز على لعيبة الخبرة زي أحمد فتحي زي وليد سليمان، دي بيبقى ليهم عامل كبير، والعرضيات بتاعت علي معلول. كل ده هيبقى في صالح النادي الاهلي. مشكله الماتش اللي بتاع المره اللي قبل كده اكيد مش هتكرر تاني مع الاهلي، لكن بتاعت سالفتي بتاعت 5-0 ده له ظروفه. المره دي في كمان حاجه حلوه جدا، ان الكابتن محمود الخطيب رغم ظروفه الصحيه الا انه تحمل وقاد البعثه وسافر رئيس بعثه في بريتوريا في جنوب افريقيا. وطبعا ما ادراك محمود الخطيب كلاعب كبير خد الكره الذهبيه، بيقعد مع اللعيبه، في تركيز كبير جدا من اللعيبه. الكابتن الخطيب اكيد له نصائح كلاعب قديم كلاعب خبره. كمان في كمان عملوا حاجه كويسه جدا، ان هو بقى في تركيز شديد جدا من لاعيب الاهلي حسب الرسائل اللي بتيجي من بريتوريا. في اجتماعات مستمره بين فايلر والجهاز المعاون بتاعه لاستغلال اخطاء المنافس وزياده تركيز اللعيبه من اجل الفوز. وبعدين اعتقد نتيجه 2-0 هنا حلوه وكويسه، شايفها نتيجه جيده جيده، وخاصه ان انا بقول لحضرتك ان هو ايه هيبدا سان داونز اكيد يعني هجمات ضاغطه من اجل تحقيق هدف مبكر يساعده، فده اكيد هيستغله الاهلي في هجمات المرتده. طيب ايه العناصر اللي ممكن ترجح كفه النادي الاهلي في مباراه الاياب، والفكر الافضل يبتدي بيه مستر فايلر هذه المباراه من وجهه نظر حضرتك؟ هو العناصر اللي هترجح هي عناصر الخبره. تمام. زي ما قلت احمد فتحي، علي معلول، رامي ربيعه، طبعا محمد الشناوي ما شاء الله عليه افضل حارس، ويعني طبعا ما شاء الله عليه وما شاء الله عليه. في رامي ربيع، في احمد فتحي، في وليد سليمان، في برضو افشه وحسين الشحات، هيكونوا عامل مهم جدا مع اجاييه مع اليو ديانج. فكل دي عناصر مهمه جدا في حسم لقاء الذهاب ان شاء الله، الاياب باذن الله. الاياب ان شاء الله، الاياب باذن الله ان شاء الله. طيب الشكل اللي ممكن يلعب بيه مستر فايلر الافضل، هل ان هو يدافع او يبقى عنده تحفظ دفاعي من بدايه المباراه، ولا الافضل ان انت يلعب بشكل متوازن شويه؟ لا، هو بشكل متوازن مع الاول ربع ساعه يامن فيها الدفاع، من والدفاع مش الدفاع البحت، ولكن من عن طريق الضغط من اللعيبه على المنافس من منتصف الملعب. واكيد كل ما تمر ما يمر الوقت كل ما هتتعب نفسيات السان داونز، هيفتحوا دفاعهم، هتبقى فرصه لانطلاقات علي معلول واجاييه ووليد سليمان، استغلال السرعات يعني. سرعه
فدي الخبره مهمه قوي في الماتشات اللي زي دي، لان هو بتقدر اللاعب ذو خبره بيقدر يتحكم في رتم المباراه، امتى يسرع امتى يهدي، كل ده مهم في لعيب الخبره في النادي الاهلي، مع طبعا حماس الشباب و القوات اللياقه البدنيه. اهميه سفر الاهلي بشكل مبكر من وجهه نظر حضرتك لجنوب افريقيا ده مهم جدا، ودي كانت نقطه كويسه جدا من الجهاز الفني، لان هو يعتاد على الجو هناك، يعتاد على الملاعب، يقدر يعمل تركيز بعيد عن القاهره، يعني التدريب في القاهره هيعمل له توتر الجماهير والشحن والاعلام، انما هناك بعيد عن هذا الشحن، بعيد عن الاعلام، هناك في تركيز، في يتاقلم على الجو، خاصه هناك الجو هناك عكس مصر، لان هم ايه تحت خط الاستواء. فكل ده مهم جدا للفريق، هناك هيبقى زياده التركيز اكثر مع الوقت، كل ده هيكون عامل مساعد في تحقيق الفوز ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله الاهلي إن شاء الله يكون موفق في هذه المباراه، وباذن الله يقدر يرجع بتذكره التاهل لدور نصف النهائي من البطوله. تواجد الكابتن محمود الخطيب اكيد في حد ذاته دافع معنوي مهم جدا للعبه. دافع معنوي جدا، ودي كانت خطوه جيده من الكابتن، لانه زي ما قلت لك انه هو لاعب ذو خبره، له احترامه الكبير عند اللعيبه، له وجهه نظره الفنيه. ما تنساش ان هو كان زي ما قلنا خد الكره الذهبيه الافريقيه طبعا، لاعب كان افضل لاعب في مصر، من المهارات ومن الخلق، اكيد عاش الاجواء دي قبل كده كثيرا، هيساعد اللعيبه في زياده التركيز وفي شحن المعنوي لدى اللعيبه، فكل ده هيكون عامل مهم جدا، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. اهميه التوقيت الساعه 3 العصر نفس توقيت المباراه على مدار ايام عديده، يعني 4 أيام تقريبا الاهلي بيتمرن في نفس التوقيت ده، راي حضرتك ايه؟ والله هو ده ما انا بقول لحضرتك، ده فايده ان الاهلي راح ممكن تسافر من بدري بس ما تتمرنش في التوقيت ده. لا، لكن قرار الجهاز الفني وفايلر ان هم يتمرنوا في توقيت المباراه، هو ده بيدل على ان الجهاز الفني بقياده فايلر فاهم واعي، بيضع كل الاحتمالات للمباراه في نفس التوقيت، يعني هيبقى نفس الجو، هيبقى نفس لو هناك بقى هناك زي ما قلنا هناك الجو عكس، يعني تقريبا هناك داخلين على الخريف بالظبط، يعني الجو هيكون كويس هناك، فده هيكون عامل حاسم، لان دايما بيلعبوا الماتش الاساسي في نفس توقيت المباراه وعلى الملعب، لا ده ايه بيلعب 3 أو 4 أيام اللي هتدربهم هناك في نفس التوقيت، فده هيكون عامل مهم جدا، اللعيبه هتاخد على الارض، هتاخد على الجو، فده هيكون عامل مساعد. تمنيات حضرتك لتشكيل الاهلي، احنا ما نقدرش نتوقع التشكيل، لكن تمنيات حضرتك مثلا. هو التمنيات ان هو انا زي ما اقول الاقي الخبره احمد فتحي، وليد سليمان، يعني قول لي التشكيل بشكل كامل من وجهه نظرك، يعني هو محمد شناوي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، حتى لو المباراه الاخيره لعب ياسر ابراهيم ومتولي، والله انا بقول لك على ايمن الخبره افضل يعني. كمان برضو في حارس الشحات وقفشه واجاييه وديانجو وسوليا، كل ده هيكون يعني هيركز في جزء كبير في الشوط الاولاني على الخبره، بعد كده في الشوط الثاني ممكن يدفع بالعناصر الشابه اللي هي بقى تجري، تبقى عندها حريه الانطلاق والسرعه في التنفيذ. طيب الدور ده كمان دور عفوا دور الثمانيه في مباريات اخرى، يعني مباريات اقصائيه ايضا ما بين الزمالك والترجي، الرجاء ومازيمبي، الوداد والنجم الساحلي، توقعاتك لهذه المباراه؟ والله احنا نتمنى برضو التوفيق لنادي الزمالك، هو هنا فاز 3-1 على الترجي ولكن الترجي الاهلي الزمالك فاز عليه مرتين في السوبر وفي الذهاب، تمام، فده هيبقى عامل رد فعل، هيبقى فيه شحن كبير جدا من جماهير الزمالك في الملعب، الترجي هينزل مندفع بطريقه كبيره جدا، هو الزمالك بقى المفروض برضو يعود لعيبته ان هم طبعا اللعبه مع شمال افريقيا بيبقى فيه عمليات من الضغوط العصبيه ومن الاحتكاكات الكبيره، يعني بيحاولوا يخرجوا اللعيب المصريين عن شعورهم،
فيجب ان على الزمالك ان هو ايه يعني، دي بقى وجهه النظر بتاعت الجهاز الفني ان هم ما انا مش عايز استفيض في الحديث عن نادي الزمالك فنيا، انا عايز بس اتوقع حضرتك للمباراه. اكيد نتمنى كل التوفيق للفرقه المصريه. هو توقع صعب ولكن نتمنى التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. صعب يعدي؟ لا مش صعب، ما فيش حاجه صعب في الكوره. صعب قلت صعب؟ لا هو صعب في الظروف ولكن نادي الزمالك قادر ان شاء الله انه يتخطى المباراه. الوداد ومازيمبي، او عفوا الوداد والنجم. الوداد والنجم 2-0 المباراه الاولى. 2-0 للوداد. برضو يعني على النجم الساحلي والوداد فريقين كويسين واقوياء، واتوقع ان شاء الله يكون ضربات الجزاء. ضربات الجزاء يعني النجم يقدر يرجع في المباراه. يقدر يرجع. طيب مازيمبي والرجاء. مازيمبي والرجاء المباراه الاولى برضو 2-0 للرجاء في المغرب. هو برضو اذا قدر الرجاء يطلع من الشوط الاولاني بتعادل هيتعب نفسيات مازيمبي ويحقق الفوز ان شاء الله يعني. فهو ماتش صعب لان مازيمبي من الفرق القويه اللي عندها خبره كبيره. تمام. ولاعبته لعيبه عندها فنات الكوره ولكن الرجاء عنده الخبره الافريقيه برضو. الفوز 2-0 في عنده هيسهل له الماموريه في المباراه. رغم ان ملعب مازيمبي صعب شويه. هو صعب ولكن يعني انا زي ما اقول لك ايه، خبره اللاعب الرجاء خبره كبيره والفوز هيريحه نفسيا. فوز 2-0 هيريحه نفسيا، عشان كده لو جاب جون الرجاء خلاص الموضوع هيبقى صعب جدا على مازيمبي. فديا ان هو هيحافظ، الرجاء هيحاول يحافظ على انه ما يخشش في جون على الاقل في الشوط الاولاني. هيتعب نفسيات لاعبي مازيمبي في الشوط الثاني ويبقى ضغط عليهم خاصه في وسط جماهيرهم، وخاصه الجماهير الافريقيه بتعمل رد فعل عكسي على فريقها ما يكون مضغوط او ما يكون مش قادر يوصل لفريق المنافس. تمام. طيب انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل حديثنا في حلقه كلام في الميديا النهارده. يلا بينا. مستمرين مع حضراتكم من خلال حلقه كلام في الميديا النهارده، وبالنهارده وشرفنا في الاستوديو الاستاذ وائل الزياتي، واتكلمنا بتفاصيل كثيره عن مباراه الاهلي وصن داونز. اخيرا المطلوب من لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه ايه تحديدا؟ التركيز. ثم التركيز، ثم يعني الهدوء. الهدوء في الملعب. الهدوء في الملعب ده عامل مهم جدا، انه مش هخليه يتسرع، مش هخليه يفقد الكره بسرعه، مش هيخليه متوتر، لان التوتر ده بيؤدي الى فقد الكره بسرعه، اختلاف المراكز او كل واحد بقى يتخلى عن الواجب بتاعه. تمام. فهو محتاج التركيز، وده اللي شايفه من الرسائل اللي بتيجي من بريتوريا. ان هناك تركيز شديد وفي احكام كبير على البعثه هناك من اجل التركيز في المباراه. النتيجه ممكن تبقى كام؟ توقعات حضرتك ليها ايه؟ اعتقد يعني هتكون ممكن تصل الى يعني التعادل السلبي او هدف لصن داونز. او هدف لصن داونز او هدف ده ماشي. يعني احتمال ضعيف الهدف ده. الاهم باذن الله ان الاهلي يتفوق ويتاهل لدور نصف النهائي. ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. ناخد بعض الملفات المحليه نتكلم فيها مع حضرتك فيما تبقى من حلقه اليوم من كلام في الميديا. بالتحديد نبتدي بموقع المصري اليوم النهارده. هو اللي اتكلم في ايه؟ اتكلم في ان اتحاد الكره قالوا ان لجنه الاستئناف تنظر تظلم الاهلي والزمالك على عقوبات السوبر. راي حضرتك في البدايه في العقوبات اصلا بعد مباراه السوبر؟ اولا هنسيب العقوبات دلوقتي ونتكلم في اللجنه الخماسيه. اوكي، بس عايز اتكلم على وجهه نظر حضرتك في البدايه عن العقوبات، رايك ايه؟ العقوبات ما فيش حاجه، الفيفا بتمنع ايقاف الطويل ده. الايقاف الطويل تقول لك اديله غرامات ماليه. ما يبقاش يعني توقفه مثلا 18 او 20 ماتش. انت في الدور الثاني لسه ما بداش، زائد الكاس، مباراه الكاس، فده عقوبه كبيره جدا. اوقف يعني اكتر حاجه 4 ماتشات ولا حاجه، وبعدين عقوبات ماليه. مفيش لائحه في الدنيا بتقول ان اللعيب يتوقف لاخر الموسم. ما انا بقول لك دي مفيش، لان الفيفا بتمنع عمليه ايقاف اللعب. الفيفا مع ان اللاعب يلعب ايا كان،
وعقوبات المالية وعقوبات الإيقاف تبقى في حدود عدد معين من المباريات، ما يزيدش مثلا 4 أو 5 ماتشات حسب الايه العقوب. ثانيا انا شايف ان كان الشكل وحش في النهائي السوبر في دولة الإمارات، ولكن العقوبات للردع، ولكن الطريقة بتاعت العقوبات انها اتخذت بالكمية الكبيرة دي مش كويسة. ثانيا انا شايف ان الأهلي قدم استئناف. الزمالك قدم استئناف بعد ما اتحاد الكرة او اللجنة الخماسية قالت اللي عاوز يعترض يقدم استئناف، وحت اللجنة دي هتقعد لسه ما تحددش ميعادها وهتشوف مبررات الاستئناف عند الاهلي ومبررات الاستئناف عند الزمالك، وترجع محتمل ترجع للوائح الاتحاد الدولي اللي هو اللي بينص على ان الاتحاد او اتحاد الكوره الفيفا مع ان اللاعب يلعب. تمام. ثانيا هو اللجنه الخماسيه يعني كان ليا بعض التحفظات عليها انها ما جابتش ناس محترفه في كره، يعني ما في الدهشوري حرب اللي هو الدهشوري حرب، في ناس عندها خبره في اداره شؤون اداره شؤون اللعبه ناس عندها خبره وناس مارست كوره اللي هو دهشوري حرب اللي هو عبد المنعم الحاج كابتن عصام عبد المنعم، دول كان حتى قراراتهم هتحظى بمصداقيه عند الانديه كلها. تمام. انما هو يعني مع احترام للجنه اللي جت، ولكن كان المفروض ناس ليها خبره وناس ليها مصداقيه عند الانديه. فدي كان العيب الوحيد في تشكيل هذه اللجنه، مع احترامنا للناس الموجوده برئاسه عمرو الجنايه. اكيد. طيب راي حضرتك في بخلاف بقى العقوبات الاستئناف ايه اللي هيحصل؟ توقعات حضرتك ايه؟ او من خلال معلومات حضرتك يعني؟ اعتقد ان العقوبات هتتغير. العقوبات هتتغير. هيبقى في ايقاف ولكن مش لاخر الموسم، هيبقى في غرامات ماليه زياده. ده اللي ممكن يتم. انما ممكن يبقى الايقاف 4 5 مباريات بالكثير. في عقوبات على اللاعب على النادي، دي عقوبات ماليه. هل العقوبات كانت عادله من البدايه؟ لا، ما احنا قلنا ما فيش عقوبه تقف لاعب لا بخلاف الايقاف ومده الايقاف وكلام من ده، هل هي عقوبات كانت عادله بخصوص التصرفات بعض اللاعبين؟ لا طبعا، ما هي مش عادله ب 100%. يعني لو نفترض ان عادي ان اللاعب يتوقف لاخر الموسم او ان في حاجه بتقول كده، لو نفترض، فهل العقوبات دي عادله ولا انت شايف؟ لا مش عادله بنسبه 100%. لان انا بقول لك ما هو العادله انها تكون ما توقفش اللاعب لاخر الموسم. وبعدين دي احتكاكات. انا فهمت قصدي يا فندم بخصوص تصرفات اللاعبين، فبالتالي مثلا في لعيب عمل فعل مشين توقف 8 ماتشات بس، لعيب ما عملش نفس الفعل المشين ده بس كان توقف لاخر الموسم. انا فهمت راي حضرتك. هو يعني العقوبات مش عادله ليه؟ لان ما فيش لاعب اتضرب اتعور اتفتحت دماغه، ما فيش اتكسر داخل تعمد بكسر والكلام ده كله، دي حاجات برضو مناوشات في الملعب. بالنسبه لعقوبات اللعيب مثلا عمل فعل فاضح او الكلام ده كله، برضو يعني هم استندوا ان هو تعرض لاهانات وهتك عرضه والكلام ده كله، فبرضو كان مفروض مين اللي تعرض لاهانات؟ لا هو حسب قرارات الشيكابالا يعني حسب لا وكلام الهدافات يعني شتائم وكلام من ده المبررات يعني. وده بيحصل في الملاعب كلها في الدنيا، كل اللعيبه بتتشتم، كل الناس تتشتم يعني عادي. هو زي ما بقول لك الاستئناف ممكن يعدل في العقوبات وده المتوقع، يعني بدليل ان الاثنين تحمسوا للتقديم للاستئناف. طيب انا عندي اخبار متضاربه كتير بخصوص الفار يا استاذ وائل. الفار هيطبق ولا مش هيطبق؟ هو هيطبق. الكابتن النهارده بيقول ان لجنه الجنايني تفشل في انهاء رخصه تطبيق الفار. النهارده كمان اليوم السابع قالوا ايه؟ قالوا ان اخر كلام اتحاد الكره يقرر تطبيق تقنيه الفار غدا. هو الفار هيطبق بكره في ماتش انبي وطلائع الجيش. خلاص مؤكد. مؤكد. حلو. وبكره في مؤتمر صحفي بخصوص تطبيق تقنيه الفار. تمام. برئاسه عمرو الجنايني. حلو. هما بيقولوا ان ما خدش التصريح كامل لانه لازم تطبق الفار 3 شهور بطريقه غير معلنه. تمام. هنا المؤتمر الصحفي بكره هيؤكد ان تطبيق الفار لو كانش لانهم اعلنوا وعملوا دراسات ل 58 حكم. تمام. منهم 17 حكم ساحه و 19 حكم تقنيه فار و 19 واحد مساعدين. تمام. الفار بره، فهو هيطبق.
وبكره هيبان في المؤتمر الصحفي الكلام النهائي، لان كل ده كلام ما صدرش من اتحاد الكره الرسمي. اتحاد الكره الرسمي انه هيطبق الفار من بكره في ماتش اعلن اتحاد الكره، قال لك هيطبق من بكره في مباراه طلائع الجيش وانبي والمؤتمر الصحفي بكره بخصوص عمليه تطبيق الفار. طبعا الشركه الاسبانيه طلب منها اتحاد الكره انه يبعت 11 سماعه للحكام، رغم ان السماعات دي المفروض تبقى متوفره من زمان. يعني انا من سنتين عملت حوار مع عصام فتح رئيس الحكام السابق، قال ان احنا مع الموسم اللي قبل اللي فات هنجيب تعاقدنا على السماعات فده الوضع عندنا هنا كتير بس بعضها ما بيتنفسش يعني في الحقيقه. دي للاسف دي للاسف يعني. ولكن هي بقى مشكله تطبيق الفار عندنا هيعمل مشكله. كله هيعترض، كله هيلجأ كل اي لعبه فيها شك هيلجأ للفار، او كل لعبه مش على هوا المنافس يقول لك نرجع للفار، فممكن يعطل المباريات ويحصل مشاكل منها. هينجح الفار في مصر ولا مش هينجح لو طبق؟ اذا طبق بعداله وطبق وفي حزم، في حزم ممكن وحزم. ممكن يطبق من غير عداله؟ ينفع؟ ممكن. ازاي؟ كل شيء ممكن، زي العقوبات اللي طبقت. ايوه لا بس في فار يعني المفروض يعني، ما هو الفار برضه هيقول لك بترجع بقى وجهه نظر. يعني في دلوقتي بيرجع للفار في بعض الماتشات انت شايفها مثلا ضربه جزاء، الفار يقول لك لا مش ضربه جزاء. فهي ايه المهم في اي شيء لابد ان العداله في التطبيق. تمام، ده اللي بتريح الكل وده اللي بتخلي عداله وحسم، حسم وحسم وحزم في التطبيق. وبعدين اما اشوف ان الموضوع عادل على الكل خلاص، حتى لو في شك او بتاع بتغاضى عنه كلاعب كنادي كفريق، لا مهم. تمام، فهو لابد التدريب الكويس جدا. هما انا سمعت دلوقتي انه في سيد مراد من لجنه الحكام بيلف على الانديه وبيعمل محاضرات في الانديه لتعريف اللعيبه بتقنيه الفار، وده مهم جدا لان اللعيبه معظمها ما تعرفش التقنيه ازاي او تطبق ازاي او هيرجع لها. في محاضرات كتير، في محاضرات ده مهم جدا. المحاضرات اللي اتعملت للحكام دي مهمه جدا. يبقى بقى التطبيق والعداله في التطبيق، ده اللي هنشوفها من خلال المباريات اللي هيتم فيها التطبيق الفار باذن الله. باذن الله الامور تمشي بالشكل اللي يكون في صالح الكره المصريه. استاذ وائل نورتنا وشرفتنا وبشكرك شكرا جزيلا. احنا اسعد وشاكرين لكم. نشكر حضرتك استاذ وائل الزياتي نائب رئيس تحرير اخبار الرياضه، كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره اخر حلقات الاسبوع واخر اسعادات كمان النادي الاهلي بخلاف يوم الجمعه كمان لمباراه صن داونز يوم السبت باذن الله تعالى. ان شاء الله الاهلي يكون موفق وهنستمر مع حضراتكم في كل ومتابعه كل كواليس استعادة النادي الأهلي للمباراة المرتقبة. دي كانت حلقتنا، بكرة حلقة جديدة من كلام في الميديا، استنونا إلى اللقاء.